السلام عليكم، مرحبا بكم جديد. فيديو جديد الاخوان. اليوم ان شاء الله غنشوفوا هاتف من ايتيل. يلا شي مره اللي دوزت هذا لا مارك ديال ايتيل في القناه، وهذه الثاني مره بعد ما تم انتباه ديالي هذا الهاتف هذا اللي كيجي ب 64 جيجا، وهنا كاتبين لك 4. المهم كيجيب جوج ديال الرامات، زائد انك تقدر تزيد تضيف ليه 4 جوج اخرين ديال الرامات، تصبح ب 4 رام. جوج رام جاي في الهاتف وجوج تزيدهم من السوفتوير. فالهاتف الاخوان ايتيل از ذيس ويد، بطاريه كبيره، شاشه كبيره 6.6 و 64 جيجا، جوج ديال كيدعم جوج ديال لي كارت سيم. خلينا نتعرفوا على هذا الهاتف هذا، لمن موجه لمن يصلح، وبثمن ديال 999 درهم. الثمن اللي تعلن عليه الهاتف 999، تقدروا تلقاوه بقل ابتداء من 900 درهم. فخلينا نتعرفوا على هذا الهاتف هذا الايتيل اس ذيس ويد. الهاتف الايتيل اس ذيس ويد التصميم ديالو كنشوفوا هنا، تصميم اللي رائع، ما كياخذش تبسمات، وحتى العلبه راه فيها البوشيطه. فانا كنفضل الهاتف هنا بلا بوشيطه نظرا له التصميم هذا اللي زوين صراحه. الهاتف متوفر بثلاثه ديال الالوان، اللون الاخضر، اللون الازرق، واللون الرمادي. الشكل ديال الكاميرا الرئيسيه اللي جايه في هذا السيركل كبيره، وكذلك جايين كاملين في هذا المستطيل، واسفل منها ديال فلاش. بصمه اللي محفوره في الظهر، فكنشوفوا هذا التصميم هذا ما كياخذش تبسمات. فيما يخص الجانب الايسر ديال الهاتف، جوج ديال لي كارت سيم زائد كارت ميموار في اعلى الهاتف، ما كاين والو. الجانب الايمن زر الباور زائد ازرار رفع وخفض الصوت. في الاسفل ديال الهاتف عندنا مدخل سماعه 3.5، عندنا ميكروفون، وعندنا مدخل الشحن ميكرو يو اس بي، كذلك عندنا سماعه خارجيه. فيما يخص الواجهه الاماميه، شاشه من نوع اي بي اس تي اف تي 6.6 اتش دي بليس، شاشه اللي كبيره طبعا تشاهد عليها محتوى. فالشاشه هنا كبيره الاخوان، الناس اللي كتبغي تشاهد محتوى كذلك التصفح، فالشاشه هنا شاشه اللي كبيره. ما يخص الاداء ديال الهاتف، معالج اللي سميتو الانسوك اس سي 9863 ا، كيجينا بالسيستم هنا ديال اي تي ال فيرسيون 8.6 بالاندرويد 12 من العلبه، زائد جوج رامات، وتقدر تزيد لي جوج من فيرتيال، كيصبح عندك التوتال ديال 4، زائد 64 في ستوكاج. فخلينا نكون معكم صريح الاخوان، فقليل ولا تقريبا هذا هو الهاتف اللي بهاد ستوكاج هذا بهاد الثمن هذا. صعيب تلقى دابا، كنلقاو 32 بهاد الثمن هذا، جوج 32 بهاد الثمن ديال 1000 درهم. ندوزو للبطاريه ديال الهاتف، البطاريه اللي كبيره 5000 ملي امبير. فالبطاريه تمشي معاك يوم كامل من استخدام الناس اللي كتبغي، فمثلا الناس اللي باغا دير التليفون تناول لي زابيل، فتقدر تستخدمو المكالمات. فبطاريه اللي كبيره ديال 5000 ملي امبير، استخدام اللي مكثف غيدير لك نهار، استخدام اللي عادي للمكالمات هذه يقدر يمشي لك حتى ليومين، فهذا رقم اللي ممتاز. الهاتف هنا جاينا بكاميرا ديال 8 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، زائد جوج ديال الكاميرات، عندك الماكرو وعندك وحده كتصور العمق، زائد ديال الفلاش. كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل. بالنسبه للفيديو كيصور 1080 30 اف بي اس. ما يخص وسائل الامان الاخوان، الهاتف كيدعم بصمه اللي جايه في الدار، وكيفتح بسرعه، زعما قليل في غتلقى مثلا هواتف بهذه الفئه السعريه كيديروا البصمه، كيديروا ديك النمط القفل ديال الشاشه. فيلا بدينا كنشوفوا هواتف هذه الفئه السعريه كدير البصمه، وكتلقاهم ستوكاج ديال 32. فبالنسبه للاخوان ايضا كيفتح عن طريق التعرف عن الوجه. بعد الاضافات كيدعم الراديو اف ام، كذلك مستشعر التقارب خدام مزيان، الاضاءه، وهنا في السوفتوير حاطه لك تسجيل المكالمات، تقدر تسجل المكالمات بلا ما يعرف الطرف الاخر. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم على الهاتف هذا. فعندك 64 جيجا، تقدر تضيف حتى 512 لانه كيجيب بلاص كارت ميموار. قلنا كما الراي ديالك في هذا الهاتف هذا، فهاتف اللي تقدر ديرو كهاتف ثانوي، ولا تهديه للاخ ديالك، الزوجه ديالك، ولا الاخت ديالك، الام ديالك، ولا الناس اللي كتبغي تشاهد محتوى وما عندهاش غرض بالنسبه للالعاب، فكيبقى هاتف اللي قاضي الغرض. كاميرا نقولوا صراحه متوسطه، المهم راكم شفتوا التصاور. فبالنسبه للسعر ديالو الاخوان، ابتداء من 900 920 950، المهم الثمن اللي معلن عليه ما
بالنسبة للشركة هو 999 درهم. هذا الشيء فيما يخص الهاتف ديال ايتيل اس دي زويت. قولوا لي الاخوان الراي ديالكم هنا في لي كومونتير، نشوف الراي ديالكم، كذلك التعليقات ديالكم زوينه كنقراها جميع. اي تساؤل الاخوان خليه لنا، دوزوا عندنا الانستغرام تما كنكونوا بزاف على الانستغرام. ايضا اللي ما مشاركش في الباج فيسبوك تنكونوا تما، تيك توك، كلشي الاخوان. يلا نضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديوهات جايه. كان معكم خوكم كمال، السلام عليكم.